أينما كنتم تحية الله عليكم في آخر أخبار الكرة العراقية. رسميا الهند لن تواجه المنتخب العراقي خلال الشهر المقبل في دبي، والبحث جاري عن منتخب آخر لمواجهة العراق. تصريحات نارية، مساعد مدرب إيران: خسرنا أمام العراق والبحرين بسبب أنفاسنا وليس لقوة المنافس. إيران الأفضل لاستضافة باقي المجموعة في التصفيات المشتركة، حيث نمتلك كل المقومات اللازمة لذلك، ونتمنى احتضان المباريات حتى لو كانت بدون جمهور. في خبر صادم، الهند تعتذر عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2021. قدم الاتحاد الهندي لكرة القدم اعتذارا عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا المقبلة بسبب رفض أفغانستان وبنغلاديش للعب ضدها في مارس المقبل، والإبقاء على المباراتين في يونيو وحزيران المقبل ضمن التصفيات المشتركة، وهو ما يتزامن مع موعد بطولة كوبا أمريكا. يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة كوبا أمريكا 2021 وجهت الدعوة للمنتخب الهندي للمشاركة في بطولة بعد انسحاب استراليا وقطر قبل أيام. الاتحاد الهندي رحب بالمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024. معلومات عن الموسم الجديد من الدوري الياباني والمقرر انطلاقه غدا الجمعة، وسيتم بث المباراة عبر 15 محطة فضائية في 50 دولة ومنها العراق، وستكون قناة بين دبي سبورت الناقل الحصري لهذه البطولة في الشرق الأوسط. في الدوري العراقي الممتاز، الزوراء يحقق فوزا صعبا على نظيره الشرطة في ديربي بغداد. محمد داود يغيب عن صفوف الغيثارة لمدة لا تقل عن 10 أيام بعد تجبيس قدمه بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزوراء. 4 مدربين خلال 20 جولة، رقم قياسي للديوانية. من سيكون المدرب الخامس وكم جولة سيستمر؟ هاي شي نهاية غير شغلها. جدول ترتيب الدوري العراقي بعد انتهاء الجولة 20: القوة الجوية في الصدارة برصيد 44 نقطة، الزوراء بالمركز الثاني برصيد 39 نقطة، الشرطة في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، النجف في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، النفط الوسط بالمركز الخامس برصيد 32 نقطة، سادسا زاخو برصيد 30 نقطة، سابعا النفط برصيد 39 نقطة، ثامنا النفط ميسان برصيد 28 نقطة، تاسعا أمانة بغداد برصيد 25 نقطة، عاشرا الكرخ برصيد 23 نقطة، 11 الديوانية برصيد 23 نقطة، 12 الميناء برصيد 22 نقطة، 13 البصرة برصيد 22 نقطة، وإليكم بقائمة تكملة الجدول.